السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الموجز الصباحي لهذا اليوم. مسؤولون أمريكيون: إيران جهزت 100 صاروخ كروز لضربة إسرائيلية. تركيا والعراق بصدد إنشاء مجلس وزاري لمتابعة طريق التنمية. حزب الله يعلن إطلاق عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية. أعلام إسرائيل تنسق مع أمريكا لمواجهة أي هجوم إيراني. أمريكا: إيران لديها أكبر عدد من الصواريخ البالستية بالمنطقة. إليكم تفاصيل الأخبار. نقلت شبكة ABC النيوز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين القول أن إيران جهزت 100 صاروخ كروز لضربة إسرائيلية محتملة، وأن المؤشرات تدل على أن إيران قد تكون مستعدة لمواجهة إسرائيل بضربات صاروخية وطائرات بدون طيار. وقال اثنان من المسؤولين الأمريكيين أن إيران جهزت أكثر من 100 صاروخ كروز لضربة إسرائيلية محتملة، كما جهزت أيضا عددا كبيرا من الطائرات بدون طيار خلال الأسبوع الماضي، والتي يمكن استخدامها في تنفيذ الهجوم على إسرائيل. من جهة أخرى، أوضح مسؤول دفاع أمريكي في واشنطن أن الولايات المتحدة بصدد إرسال تعزيزات إلى الشرق الأوسط مع تزايد المخاوف من شن إيران هجوما وشيكا على إسرائيل. وأضاف: نحن نرسل موارد إضافية إلى المنطقة لتعزيز جهود الردع الأقليمية وتعزيز حماية القوات الأمريكية. وصرح مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN أن الولايات المتحدة ستحاول اعتراض أي صاروخ يتم إطلاقه على إسرائيل إذا كان ذلك ممكن. كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الجمعة عن قرار تركي عراقي لإنشاء آلية مشتركة شبيهة بالمجلس الوزاري لمتابعة مشروع طريق التنمية. وقال أورال أوغلو في بيان أن الزيارة التي يخطط الرئيس رجب طيب أردوغان لإجراءها إلى بغداد نهاية الشهر الجاري ستتناول قضايا من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مشروع طريق التنمية. وطريق التنمية مشروع اقتصادي يهدف لربط العراق بتركيا عبر طرق برية وسكك حديدية بهدف نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج. وأشار أورال أوغلو إلى اتخاذ خطوات مهمة خلال العام الماضي بشأن طريق التنمية وعقد مفاوضات وزارية بين البلدين لتطوير التعاون. وذكر أن أنقرة احتضنت في هذا الصدد محادثات فنية بإشراف وزارة النقل والبنية التحتية ومشاركة ممثلين من وزارتي الخارجية والتجارة التركيتين. ووفد عراقي يضم ممثلين من رئاسة الوزراء ووزارة النقل والهيئة العامة للجمارك. وأضاف: نتيجة لاجتماعاتنا المنتظمة مع العراق قررنا إنشاء آلية شبيهة بالمجلس الوزاري بين البلدين. أعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران أنه أطلق عشرات الصواريخ الكاتيوشا على مرابط مدفعية إسرائيلية الجمعة في هجوم قال أنه رداً على الهجمات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. ويتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل شبه يومي عبر الحدود مع الجيش الإسرائيلي منذ شنت حركة حماس هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة. وقال حزب الله في بيان إن الهجوم يأتي رداً على الهجمات الإسرائيلية على القرى الجنوبية، مضيفاً أنه القصف جاء عند الساعة 20 من مساء يوم الجمعة 12/4/2024 مستهدفاً مرابط مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي رصد حوالي 40 صاروخاً أطلقت من الأراضي اللبنانية وتم اعتراض بعضها. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت أن إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل عليها. يأتي هذا فيما تتوقع الولايات المتحدة أن تنفذ إيران ضربات ضد أهداف متعددة داخل إسرائيل وفي جميع أنحاء المنطقة. تفضيلاً، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن تل أبيب تنسق مع الولايات المتحدة لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل على إسرائيل. غير أن الإذاعة الإسرائيلية كشفت أن إسرائيل تستبعد هجوماً إيرانياً من داخل إيران، غير أنها أكدت تأهبها لمواجهة أي هجوم محتمل. طورت إيران مجموعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في برنامج لطالما أثار قلق الغرب، وتشكل الصواريخ جزءاً مهماً من الترسانة الموجودة
تحت تصرف طهران التي تهدد بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم على سفارتها في سوريا. وقال مكتب مديرية المخابرات الوطنية الأمريكية أن إيران مسلحة بأكبر عدد من الصواريخ البالستية في المنطقة. وهنا بعض التفاصيل. نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه رسمية رسما بيانيا في الأيام القليلة الماضية لسعة صواريخ إيرانية قالت أنها قد تصل إلى إسرائيل، ومن بين هذه الصواريخ سجيل الذي يستطيع قطع أكثر من 17,000 كيلومتر في الساعة وبمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، وخيبر بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر، والحاج قاسم الذي يبلغ مداه 1400 كيلومتر، ويحمل اسم قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد قبل 4 سنوات. قالت إيران وهي منتج رئيسي للطائرات المسيرة في أغسطس إنها صنعت طائرات مسيرة متطورة محلية الصنع تسمى مهاجر 10، يصل مداها إلى 1000 كيلومتر وقادر على الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة وعلى حمل ما يصل 300 كيلوغرام.